سفير ويفصل بيناتهم ميديان لوجيتودينال فيشر، اوكي، وقلنا الميديان لوجيتودينال فيشر يتكون من فالك سيربري سوبريا سيجيتال ساينس والفريا سيجيتال ساينس، اوكي، والانتريا سيربرال فازلز نفس ما حكينا سابقا، ماكو اضافه. وقلنا يعني هذا يعني الفيشر من البوتم مارت يعني من جوا راح يرتبط التو سيربرال هيمسفير كونكتد توجذر عن طريق صوتك مو واضح دكتور. مور بس كاليزون. طريق الكوربس كالوزم، تمام؟ وقلنا كل سيربرال هيمسفير يتكون من اوتر جراي ماتر والانترميديت اللي يكون وايت ماتر والانر يكون جراي ماتر اللي هو يمثل لي البيزل جانجليا، تمام؟ واكو عندي كافيتي اللي هي اللاترال فينتركول وباقي الكافيتات الموجودة راح ناخذها إن شاء الله. تمام، إحنا ما راح بعرف ما نعيد الموضوع أكثر من مرة أكثر من حجمه، بس راح نسوي ريفيجن على الأمور البسيطة. تمام، أنا هسه شلت السكول راح ألقى هسه هذا يعني ميدل مينينجيال آرتري، ميدل مينينجيال آرتري هذا بس مجرد إنك دكتور صوتك مو واضح. سجاد حكي أنا هاي. تمام، قلنا كل سيربر هيمسفير راح يحتوي لأكثر من سيرفيس أو أكثر من بوردر، وفي 3 بولز أخذناها اللي هي فرونتال بول، تمبرال بول، أوكسيبيتال بول، أوكي؟ وقلنا كل سيربر هيمسفير راح يتقسم، أوكي، إلى تقسيمات، أوكي، إلى لوبات اللي هن الفرونتال، برايتال، تمبرال، أوكسيبيتال، عن طريق شنو؟ شو نسميهن؟ السلكات، السلكات. واللي هن اهم سلكات عندنا سنترال وليتريال سلكات والبرايت اوكسيبيتال. على نقطه انه لحد يجاوب بدون ما يسوي ريسه، تمام، لان هسه ضيع، يا هو اللي جاوب ما هو اللي تعطي البونص، ما اعرف يقين قاسم. ويا هن السلكات سنترال سلكات وليتريال سلكات وبرايتال اوكسيبيتال سلكات والسنترال سنترال. اوكي، فعندنا اللاترال سالكس اللي هو نسميه فيشر اوف سيلفس، اوكي، وعندنا السترال سالكس اللي هو فيشر اوف رولاندو، اوكي، وعندنا برايت اوكسيبيتال سالكس، اوكي. اللاترال سالكس انا هسه اذا نشوف السيرفر بس هنكمل اللاترال سيرفيس. اوكي، جاي يشوفون حاليا اللي هو السنترال سالكس، اوكي، وهذا اللاترال سالكس، سنترال سالكس، واللاترال سالكس، اوكي، وعندنا هنا البرايت اوكسيبيتال سالكس بس هو ما يعني واضح هنا، اوكي، برايت اوكسيبيتال سالكس، تمام ان شاء الله. هسه هاي قلنا راح يتقسم الى هاي تقسيمات الى لوبات عن طريق صراحه اكو بعد يعني هو افتراضي حتى يقسم الى لوبات منتظمه، اوكي، اللي هو عن طريق البري اوكسيبيتال ماتش، بس يعني مو دام هو ما شيء كلش يعني مهم فركز على الاشياء المهمه بس، تمام. بس جاي نشوف انه هاي السلكايا تقسمنا انه الفرونتال لوب، اوكي، وعندي هسه انا قبل ما اخذ الجايراس وتشي راح تمبرال لوب، اوكي، وعندي البرايتال لوب وان اوكسيبيتال لوب، تمام. احنا نتفق على انه هذا شنو عندنا السربل، اوكي، اللي هو المخ، تمام، واضح لحد الان؟ ما عندنا مشكله؟ نعم دكتور. اوكي، هسه انا عندي هذا السنترال سالكاس اللي امامي راح انسى طبعا هاي السالكايات، اوكي، مثل ما نقول الخدود والتجاعيد، اوكي، الخدود هسه هذا اللي حكينا اللي هنا السالكايات، التجاعيد يسمونه شنو؟ جايروس، وكل جايروس طبعا كل وحده من ذني ترى لها اسم، اوكي، كل وحده من ذني لها اسم، بس احنا نركز على الاشياء المهمه. جاي هسه هذا السنترال سالكاس واضح امامكم، صح لو لا؟ اللي قدامه راح نسميه بري سنترال جايروس، واللي خلفه نسميه بوست سنترال جايروس. اذا اسال سؤال خارجي نقول شنو الفكشن مال بري سنترال جايروس يسوي ريس هاد؟ بس الانوار. البري سنترال جايروس مسؤول عن الموتور، برايمري موتور. محمد ريال، محمد ريال، البوست بري موتور. والبوس سنترال سوماتو سنسري. بالضبط، اوكي، البري سنترال على الموتر والبوس سنترال على السنسري، تمام؟
هاي أخذتوها بالفسلجي وأعتقد هم أخذتوها بمزق السربرم المفروض يعني. تمام. إحنا هسه بعدك وجائرات وتش يعني هالأشياء مو يسجلهم كلهم. إذا هسه أنا أشيل هاي الطبقة يعني فتحت السربرم اللوبات مالته راح ألقى أوكي اللي هو اسمه فالكس سربري أوكي واللي أخذنا اللي هو راح يمثل لي أحد التراكيب اللي راح تكون لي الميديان الموجود من الفشر اللي راح يقسم لي تو سربرال هيمسفير تمام وعندي فوقها سيبريا ساجيتال ساينس واللي جواها انفيريا ساجيتال ساينس واضحة هسه إذا جيب لك تأشيرة تكون فد شيء كلش واضح ما عندنا بيها مشكلة تمام أوكي عندنا هنا بعد أكو ستريت ساينس أوكي ستريت ساينس والبقية يعني بعدين إن شاء الله شوي شوي راح نأخذ حتى ما تتعبكم أوكي بنوصل الليل الأخيرة يعني أنا هسه شلت الميديون لوجيتونال فشر وصلت هسه الجهة الليف سيربرم أوكي هسه هذا الجزء اليسار من السيربرم تمام فراح ألقى يعني هسه مثل ما جاي تشوفون يعني الميديال بارت مال السيربرم أوكي الميديال بارت تمام جاي تشوفون إنه هنا هسه إحنا راح تكون عندنا هذا الفرونتال لوب أوكي عندنا هو هذا كله الليف سيربرال هيمسفير تمام برايتال لوب وعندي اوكسيبيتال لوب وهذا عندي اسمي برايتو اوكسيبيتال سالكاس برايتو اوكسيبيتال سالكاس واضح واضح دكتور انا عيد مو مشكله هسه انا اوكي وصلت الليير 6 معناته انا شلت الميديال لوجيتونال فيشر وجاي اشوف جهه الميديال بارت اوكي يعني من يعني انا مثل ما اقول الجنجمه قطعتها بالنص اوكي وجاي اشوفها الميديال بارت مال ليفت سيربرال هيمسفير ليفت سيربرال هيمسفير هسه هذا شو نسميه ليفت سيربرال هيمسفير تمام هذا الجزء اليسار تمام فانا هسه عندي هذا الفرونتال لوب وعندي هذا اللي هو البارايتال لوب وعندي الاوكسيبيتال لوب اللي نعتبره هنا ما راح يكون يعني منك يكون شوي اوضح يعني جهه اللاترال اوكي وعندي هذا البرايت اوكسيبيتال سالكاس واضحات واضح دكتور تمام احنا قلنا التو سيربرال هيمسفير راح يرتبطر اوكي من جوا يعني اتذبتم بالميديان لوجيتونال فيشر عن طريق الكوربس كالوزم الكوربس كالوزم زي ما قال زيما لكم هذا هو الكوربس كالوزم واضح قد لكم ما في مشكله تمام طبعا احنا هاي المكونات شويه يعني نريد ناخذها حتى ما يعني بالتسلسل لان اذا هيك ناخذها تصير سالفه مثل ما نقول معقده كلش تمام بس احنا هسه هاي مثلا هذا الكوربس كالوزم هاي التاشيرات البقيه شويه شويه راح نجيها مثلا السبتم بوليسيدام اوكي ويعني فورنكس اوف ذا برين الفنتركلات هسه الموجودات ان شاء الله شويه شويه ناخذها من ناخذ الميدل اوبليجات او البرين ستيم تمام لحد الان ماكو مشكله بشيء اللي اخذناه تمام دكتور تمام دكتور تمام انا هسه جاي اشوف اوكي البرين من جهه الكورونال فيو اوكي طبعا بعد ما قاطع الليرات وشوي شوي راح اقطع راح اشوف تاشيرات اللي عندي ما يعني ما اكتفيت شيء عندي بس برايت اللوب هسه هذا وعندي هسه هذا الليف سيربرال هيمسفير وعندي هذا الرايت سيربرال هيمسفير وهذا كله هو البرين اصلا اوكي السيربرم هذا نسميه اوكي وعندنا منه البرين ستيم هذا البرين ستيم اذا سال سؤالي شنو مكونات البرين ستيم نور ضياء متبرين بونس ومنتلا بلنكات تمام اوكي فمكونات البرين ستيم اللي هي الميد برين البونس والمدلة وبلنكات اوكي عندنا هسه هذا السيربلم طبعا السيربلم هم يتكون من تو فصين بس بعدين ان شاء الله ناخذهم اوكي فسيربلم برين ستيم اند سيربرم تمام طبعا هنا اكو شيء واضح فشي بارز جدا يعني من الانتيرير ريفيو استحق انه يعني واحد ما اللي هو نسميه اولفاكتوري بول
اوكي olfactory bulb واضح عندنا ما عندنا مشكله به فد شيء بسيط اوكي تذكرون olfactory bulb اخذناه اوكي عندنا هسه هذا lateral sulcus واضح اوكي اللي هو شوي وشوي الباوع من فوق راح نلقى اكو lateral sulcus بس هنا ما واضح عندنا تمام اوكي هذا temporal loop ماكو مشكله واضح دكتور من نجي ناخذ اللاير 2 راح من نجي ناخذ اللاير 2 هواوي في الماتيريال قلنا كيس ريفر هيمسفير راح يتكون راح يتكون من الاوتر اللي هو نسميه تكون جراي ماتر والتمبيدات راح تكون وايت ماتر وبعدين راح يرجع لي الانر اللي هو راح يكون جراي ماتر نسميه البيزا نيكولاي اللي راح ناخذها ان شاء الله تمام تمام بس اللي يشوفون هسه هذا هو هذا المقصود الاوتر جراي ماتر طبعا هو يعتبر هنا مؤشر بس ما ادري وين التاشيره مالته فيها اوكي هسه هذا الاوتر اللي هو الجراي ماتر اوكي عندي هسه هذا الانترميديت اللي هو سمي وايت ماتر وبعدين هذا الانر اللي هو سمي يمثل لي البيزا نيكولاي تمام اوكي عندي هسه هذا اللونجيتودنال فيشر اوكي وعندي هنا اللاترال سالكاس على اشياء واضحه اخذناها اكثر من مره تمام هسه هذا التمبرال لوب ما عنده مشكله به اكيد اوكي عندنا هسه هذا من وصلت للاير 2 يعني شفته قبل شويه شفنا الاولفاكتوري بول صح ولا لا؟ هسه انا من شويه بعد نزلت شفت الاوبتيك كياس الاوبتيك كياس اوكي هسه هذا عندي هذا شنو؟ الاوبتيك كياس تمام؟ اوكي هسه اذا نسال سؤال هسه هذا الجزء الابيض شو نسميه؟ حسين عليوي دكتور كوربس كالوزا بالضبط اوكي شوف هسه هذا الكوربس كالوزا هسه هذا عندي هنا الميديان لوجيتيمال فيشر نهايته اوكي راح يكون عندي الكوربس كالوزم اللي هو راح يربط التو سيربرال هيمسفير تمام خلينا شويه بعد ناخذ يعني جوز كوربس كالوزم راح نلقى السبتم بوليسيدم سبتم بوليسيدم صراحه هو هذا راح يفصل لي بتوين التو لاترال فينتر دكتور وجدي اعتقد كمل اوكي فسبتم بوليسيدم راح يفصل لي بتوين تو لاترال فينتركول اوكي الفينتريكول عباره عن تجاويف هي اللي راح تكون لك السي اس اف السيريبرو سباينال فلويد تمام فعندنا لاترال فينتريكول تو لاترال فينتريكول بكل جهه بكل سيريبروم اكو لاترال فينتريكول اوكي وعندنا بعد اكو الثيرد فينتريكول واكو الفورث فينتريكول يعني ان شاء الله شوي شوي راح ناخذها بس بجاي تشوفون انا وصلت اللاير 2 بس تخيل الموضوع اوكي شوف المستوى القطع هنا الان قطعت هسه هذا البارت اوكي وجاي اتباوع هنا جاي تشوفون هسه انا عندي شنو اللاترال فينتركول تو لاترال فينتركول اوكي شنو جاي يفصل بيناتهم اللي هو سمي سبتم بوليسيدم سبتم بوليسيدم واضح تمام بس سبتم بوليسيدم ايش راح يفصل لي هو عباره عن ثين شيت راح تفصل لي بتوين تو لاترال فينتركول واضح ان شاء الله تمام هسه راح ناخذ الانر اللي هو سمينا قلنا البيزال نيكولاي اللي راح يكون انتم ماخذين اكيد يعني اللي هن سمين ثلاث انويه كل واحد يسوي ريساند يقول لي نواه واحد مو اثنين تمام غير السجاتي المعروفين بقيه ماكو سؤال صعب سجا علي محسن دكتور قصدك على الثلامس والهايبوثلامس وين؟ لا غدير علي حسن دكتور هيدا السؤال البيزا نيكولاي اللي راح يكون عندنا الاميجدالا والهيبوكامبس لا نور كاظم محمد هو تعمل عشتي بيج محمد علي جبار كوديت نيوكليوس ها كوديت نيوكليوس عشتي بيج زهراء عزيز رفزان
سب ثلاميك نيوكلياي. لا هو صح بس يعني أنا جاي أقصد اللي جاي يسمونه جلوبوس باليداس. بالضبط جلوبوس باليداس. أوكي سجل اسمهم نور حسين كامل ومحمد علي جبار. نور كاظم اوكي. فهسه جاي تشوفون اول واحد اللي هو راح يكون شويه يعني السوبيريور اوكي احد البيزل نيوكلاي اللي هو الكوديت نيوكلاس. كوديت ونيوكلاس جاي تشوفون هو جيت انه احنا ليش قلنا الانر راح القى جراي ماتر جزء من الجراي ماتر. جاي تشوفون هو امامكم هسه شوف هذا الجزء شلون صاير جراي ماتر اوكي اللي هو الكوديت نيوكلاس. كوديت نيوكلاس تمام. عندي بعد شنو راح يكون عندي هسه صراحه البوتامين الجلوبوس باليدا شويه بعد ما بعشره اكو هنا عندي الاترنال كبسول. ان شاء الله الاترنال كبسول اعتقد اخذتوه المفروض لان انتم عندكم امتحان بالدايه سيفلو اوكي مو ماخذينه بالدايه سيفلو مستحيل ما ماخذين ماخذينه لا ماخذينه دكتور ماخذينه دكتور اللي هو واحد هسه مثلا يريد يعرف اللي هو الاترنال كبسول مثلا اذا يجيك السيل وعلى فكره ترى السؤال وارد يعني اوكي يجيك مثلا بالفاينل توقع هالشيء تمام اللي هو ان الاترنال كبسول مثل ما هسه بدون ما اشر عليه جاي يشوفون هو جزء شنو من الوايت ماتر صح لو لا هو جزء من الوايت ماتر راح يربط لي كونكتنج يربط لي كونكتنج السيريبرال كورتكس بالجزء البرين ستيم اوكي ايش راح يربط لي الكورتكس بالبرين ستيم يعني مثل ما نقول فد شيء يوصل بين شو وشي احنا راح ناخذه بشكل اكثر تفصيل ان شاء الله بعدين اوكي. بس انا عندي الكوديت واضح عندي وعندي الوتام واضحات ان شاء الله باكر تقول ان شاء الله واضحات. لا دكتور ولا انت فور من نيوكلياس وين يصير موقعها يعني منظمه الحين هسه شويه شوف تمام واضح. لا اذا ما نقول واضح نعم دكتور واضح روح هسه للاير 3 هسه انا اشوف مستوى القطع صار تقريبا لمنتصف السيربروسفير اوكي هذا ميديا لونجيتنال فيشر اوكي عندي الكوربس كالوزا وهسه هاي تو لاترال فينتريكل واضحات عندي وعندي طبعا السبتم قبل شويه كان سبتم بس هسه انا صار يعني السبتم هسه وضع عندي اللي هو الفورنكس اوف ذا برين الفورنكس اوف ذا برين اوكي اللي هو الفورنكس اوف ذا برين يعني في التركيب اوكي راح يوصل للهايبوكامبس بالمامليري بودي هسه بعدين ان شاء الله بس يعني شغلات انه شو وظيفته انتم بس عرفوا انه هذا الفورنكس اوف ذا برين هذا المطالبين به واضح هذا المطالبين هسه هذا شو نسميه فورنكس اوف ذا برين اوكي جاي شوفون هسه عندي الكورويد بلكسس والاكيد تعرفون انه اخذته بالفسلج وكل يعني شنو فائدة الكورويد بلكسس؟ احنا قلنا الكافيتي راح تولد لنا السي اس اف صح ولا لا؟ تمام فانا عندي الكافيتي هاي راح تولد لي السي اس اف اوكي؟ هي الكورويد بلكسس اللي هو التركيب هو يعني التركيب الموجود داخل الكافيتي اللي هو اللي راح يولد تمام؟ واضح؟ نعم تمام فانا هسه هذا عندي الكورويد بلكسس فورنكس اوف ذا برين تو لاترال فينتركول كوربس كالوزا واضحات ان شاء الله ما عندنا مشكله فيها تمام هسه انا واضح الجزء عندي الكوديت اوكي وهسه هذا الثلمس اوكي الثلمس هو احد يعني هو احد مكونات الدينسفالون اوكي المحاضره الاخيره اللي اخذتوها انا ما اعتقد اوكي الدينسفالون احد مكوناته بس انا هذا الثلمس اوكي احنا قلنا يعني قبل شويه الاترنال كبسول اذا نسال شنو فائدته سوري اسمع فاطمه حسين عويد كونكت سيربرال كورتكس
to the brainstem. بالضبط صح. اوكي اللي واحد يعني راح ناخذ انه يربط للبرينستم والثلمس همين. اوكي فهو يعتبر كبسول. هسه احنا جايين نشوف الثلمس، هذا عندنا واضح انه هذا جزء عندي الثلمس، تمام. هسه هو هذا الانترنال كبسول جاي تشوفونه. اوكي راح يربطهم كلهم سويا، الانترنال كبسول هذا الثلمس، انا عندي البرينستم، تمام. اوكي يعني البرينستم راح يجي شويه هنا بعد. اوكي وعندي سيربرال كورتكس واضح عندي. اوكي فالانترنال كبسول، الانترنال كبسول اذا بنشوفون ارشيت فايبر معناته الانترنال كبسول، بنشوفون هيك تاشيره ارشيت فايبر على جهتين نسميها الانترنال كبسول، ماشي. فالثلمس الفورنكس اوف ذا برين، وعندي الكوربس كالوزا تو لاترال فينتريكول اند كورويد بلكسس، تمام. تمام. هسه قبل شويه قلت هذا الثلمس صح لو لا؟ تذكرون انتم ماخذين ثلمس هايبو ثلمس وماخذين بعد البيوتري جلاند المفروض اعتقد يعني اكيد. اوكي بس انا عندي هسه هذا الثلمس هايبو ثلمس هذا الجسم ثلمس وهذا الهايبو ثلمس. اوكي اللي هنا احد مكونات الداي انسيفالوم. اوكي طبعا الهايبوثلاموس راح تشمل الانفانديبولوم والممريال بادي اللي هو هذا الممريال بادي. قبل شوي يعني فد شيء مبهم ما واضح، هسه جاي تشوفون هذا الممريالي بادي شو نسميه؟ ممريالي بادي، ممريالي بادي، تمام؟ يعني هي اهميتها كلش قويه بالفصل جو ذيك الشيء، احنا ما مطالبين نحكي بها بس هي مسؤوله عن اوتونوميك فاكشن. اوكي مثل ما جاي تشوفون قدامكم والايموشنال مسؤوله وحتى عن الذاكره هاي جزء صغير. اوكي فانا هسه واضح عندي الميموري بادي، اوكي الهايبوثلاماس اند ثلاماس، ثلاماس هايبوثلاماس اند ميموري بادي، ميموري بادي واضح الميموري بادي، تمام. يجي هسه هذا اللي عندي انا قلت تو لاترال فينتركل صح ولا لا؟ هسه تو لاترال فينتركل وعليكم السلام. يا شباب عندي تو لاترال فينتركل واضحات. اوكي عندي هسه هذا الثيرد فينتركل، اوكي هسه هذا الثيرد فينتركل، عندنا بعد الفورث فينتركل. اذا نسال سؤال خارجي الفورث فينتركل وين موجود؟ حسن كامل دكتور بالبراينس وين؟ بالبراينستم. بالبراينستم نبع عباس سلم. دكتور الفلور وين البراينستم والروف وين السربيلا؟ بالبوستيرير بارت اوف بونز وليتل او شويه من الابر بارت اوف ميدولا اوبلينجاتا. تمام انت ما اختلفت ترى درست نفس الشيء عاش عليك ذكرت بالتحديد كتراكيب. تمام بس انا هسه واضح امام اللي هو الثيرد فينتركل ان شاء الله من راح نجي للفورث فينتركل راح اقول لكم هذا الفورث فينتركل. اوكي بس انا واضحات عندي التو لترال فينتركل. اوكي عندي هذا الثيرد فينتركل، ثيرد فينتركل فوق الثيرد فينتركل راح نلقى الثلاماس وعلى جانبه راح نلقى الهايبو ثلاماس وهذا عندي المامليري بادي واضحات دكتور؟ تفضل حبيبي حسن كامل. الثيرد فينتركل ايه منو يكون اللاترال وول مالتها؟ بس الهايبوثلاموس لو الهايبوثلاموس والثلاموس هم وياها يعني اذا تشوف الجزء العلوي شويه راح يكون هو يعني الثلاموس. اوكي بس يعني انت هاي الاختلافات مو مشكله يعني راح تبقى ضاريش من كتاب الكتاب واثنيناتهم ترى صح لان انسان عن انسان يختلف يعني هاي صح هاي صح كله صح عندما ما تقدر تحدد يعني ماكو فد شيء يعني
قاسم قال يابا هذا السلمس، انا بعد ما مساحه مفتوحه ما بيناتهم حدود، كلهم اخوان. اوكي اوكي شكرا. العفو. هسه هذا الثيرد فينتريكل. اوكي قصدي الهايبو ثلاموس على الثيرد فينتريكل هنا عندي. اوكي الهايبو ثلاموس واضحات المامليري بودي شو واضح عندي ان شاء الله ما عندي مشكله. هسه هذا الجزء اوكي اللي هو يكون مثل ما نقول هسه احنا اتفقنا انه هسه انا راح هذا تمبرر لوب صح لو لا؟ وما نشيل لي على التمبرر لوب او ما نشيل لي. اوكي هسه هذا احنا نتفق عليه انهم قبل شويه اخذنا اكثر المره قلنا هسه تمبرر لوب هذا الجزء الديب مالته. اوكي ديب ان تمبرر لوب. اوكي اللي هو نسميه هايبو كامبس. شو نسميه؟ هايبو كامبس اللي هو احد مكونات من يجاوبني خلينا نشوف شوي بعدها زينب على limbic system اوكي فهو احد الهايبوكامبس اللي هو احد مكونات اوكي احد مكونات الليمبيك سيستم واضحات فانا عندي اذا واحد يقول لك الهايبوكامبس وين موجود احد يقول لي هذا هو الجزء الديب مال التمبرال لوب تمام الجزء الديب مال التمبرال لوب هو اللي راح يكون الهايبوكامبس تمام وهو احد مكونات الليمبيك سيستم وان شاء الله مع الوقت راح نعرف شنو هو الليمبيك سيستم اكو شنو وظيفته والوظيفته المفروض احنا ما ناخذها اوكي وموجود اهم شيء وين موجود اللي هو يكون ديب انتمر اللي هو تمام تمام ما عندي مشكله بعد اكو عندي هذا نسميه الانسوليا الانسولر لوب الانسولر لوب تمام هذا الجزء شوف انت جاي تشوفون هسه انا عندي هذا راح يكون عندي اللاترال فينتريكل تمام انا عندي هذا اللاترال فينتريكل هنا عندي برايتال لوب وهنا عندي تمبرال لوب صح لو لا؟ باقي صاير هنا مثل الاخدود اوكي بحيث صاير هنا كنا لوب بوحده اللي هو شو نسميه؟ الانسولر لوب نسميه الانسولر لوب صراحه هو يعني مو فد شيء مهم يعني مو فد يعني اقصد مو يعني اقلل من اهميته لا انا اعتذر على هالشيء مو اقل من اهميته بس يعني مثلا يعني هو من السيرفس ما واضح تمام بس اهميته لا مهمه جدا يعني هالشيء تجزء من البرين نتفق على انه مهم اوكي فهذا الجزء راح يكون يعني من انا اللترال فينتركل هسه مثلا اجيت هنا فتحت السيربرام اوكي من افتح راح القى هنا هذا صار مثل اخدود بوحده هو يسميه الانسولر لوب شو يسميه؟ الانسولر لوب تمام؟ هذا اذا سالك سؤال اقول لك الانسولر لوب وين؟ قل لي ديب اللاترال فينتركول ديب اللاترال فينتركول هسه قلنا الهايبوكامبس اللي هو يكون الديب التمبرال لوب صح ولا لا؟ وهذا هم يكون الديب اللاترال فينتركول واضح انه اكو مشكله بيه؟ دكتور ديب للتمبرال لوب لو الانسولر لوب الانسولر لوب ديب اللاترال فينتركل اوكي لاترال سلكس بس هو لاترال سلكس اوكي تقول فينتركل لاترال هسه هذا مو لاترال سلكس عندنا هذا مو لاترال سلكس عندك وهو الديب اوكي مال لاترال سلكس تمام اما الهايبوكامبس ديب انتمبرال لوب اوكي واضح نعم دكتور تمام احنا هسه قبل شويه اخذنا الكوديت اوكي واخذنا البوتان اوكي وباقي لنا بس الجلوبس باليدس ساعة ما واضحه عندنا اوكي هسه هذا الجزء هو يسميه جلوبس باليدس كوديت بوتامين جلوبس باليدس اوكي كوديت اوكي فيتامين جلوبس باليدس وهن ذني كل المكونات يسميهن مكونات البيضه نيكولاي اوكي ذني مثل ما نقول النواه يعني الانويه المسيطره على الجسم كله على كل وظائف على الاشياء المهمه كلها مسيطره عليها تمام اوكي كوديت هذا تشريحات كلش مهمة كوديت
اوكي غوتامين اند جلوبوس باريداس. تمام. بعد شنو التشيرات المهمه؟ قلنا تو لاترال فينتركل والثير فينتركل اللي واضحه. هسه ماكو مشكله بالاير 3، ترى الاير 3 كلش مهم. واكثر شيء راح تنسونه اللي هو الماميلياري بادي. اوكي الماميلياري بادي، هسه هذا الجزء هو الماميلياري بادي. تمام، هذا الشيء راح تنسونه اي شيء من تيم من عنده. نروح على الاير 4. اوكي هسه الاير 4 انا قطعت، شوفوا المستوى القطع مالتي. اوكي حرفيا احنا قطعنا بال يعني بالبرين ستم وتشي، فاكثر الاشياء جاي يشوفون يعني ما اخذينه وتشي اللي هو سب ستيشن وسب ثرمس وما اعرف شنو. ان شاء الله على الايام الجايه راح ناخذه. هاي لاير 5 انا وصلت السيربرو هم بعدنا ما اخذنا. اوكي فان شاء الله على الايام الجايه. تمام ان شاء الله. اكو سؤال لحد الان بالكورونا ريفيو؟ اذا ماكو سؤال قولوا ماكو سؤال. لك سؤال يقول لك سؤال. واضح دكتور. واضح. اكو محاضرة اللي يسميها بلاد فيزلز مالت السيربرال بعد كم ما اخذ يمو مال السيربرال فولس لا سيركل فولس. اك سؤال لحد الان لو ما امور واضحه ان شاء الله؟ واضح. نعم دكتور. الاسبوع الجاي او مو الاسبوع الجاي هو المفروض السبت. اوكي شنو اقتراحكم؟ ناخذ